عندما يقوم هانس فوكس من هايد ميلو في بافاريا بربط زلاجاته، تكون أمامه مساحة تزلج واسعة تمتد لأكثر من 600 كيلومتر. وهو موجود اليوم في منطقة جبل درايسيسلبرغ. يقع الجبل على بعد بضع مئات من الأمتار عن الحدود التشيكية والنمساوية. من المثير في التزلج هنا هو أن لا أحد يأبه باجتياز الحدود، فلا فرق إن كنت في بافاريا أو التشيك أو النمسا، طبيعة ساحرة وهدوء مع مساحات تزلج جميلة رغم أنها ليست سهلة. يستطيع كل شخص العثور على ما يريد هنا. سيتزلج هانس فوكس اليوم من منتجع هايد ميلو وسيتوجه إلى النمسا، وبعد 10 كيلومترات شديدة الانحدار وسريعة وصل إلى الحدود النمساوية وبالضبط إلى منطقة شفارتسنبرغ. الآن فقط حان وقت الاستراحة. مطعم شيفترهوف، حيث تقدم مأكولات لذيذة. متزلجون من شتى بقاع العالم يأتون إلى هذا المكان ليجدوا بالقرب منه، أي في شون إيبن، مسابقات تزلج يشارك فيها نخبة المتزلجين العالميين المرموقين. فيرنا إيدر مدرب تزلج للمسافات الطويلة، سنرافقه في جولتنا التي تشمل 3 بلدان. طريق تزلجه المفضل سيأخذه إلى برج مراقبة مولد أوبليك، ومنه يمكن مشاهدة مسلة البلدان 3. من المهم لنا المحافظة على هذا المثلة كنقطة جذب سياحية. لنواصل الرحلة إلى تشيك. كانت غابة بومافالد قبل 20 عاما منطقة عسكرية مغلقة، أما الآن فبإمكان فيرنا إيدر اجتياز الحدود دون عوائق. لا توجد أعداد هائلة من السياح، كما أن الحقول جميلة ويمكنك التحرك بحرية في الطبيعة المحمية حتى في الجانب التشيكي. ومن المهم المحافظة على كل شيء كما هو حاله الآن، ولكن أحيانا يعكر صفو الهدوء جهاز التحسس. أجهز طرق التزلج حتى الحدود النمساوية كي يتمكن المتزلجون من قطعها جئة وذهابا بأمان. ويأخذنا طريق مولداو شتاوزي المتجمد إلى منطقة هورني بلانا التي ولد فيها أدالبرت شيفتا عام 1805، وكان للطبيعة هنا دور بارز في روايات الكاتب. وهنا نقابل هانس فوكس مرة أخرى، يقوم باجتياز حدود جديدة في الجانب الشمالي من جبل درايسيسلبرغ، هذه المرة قادما من التشيك إلى ألمانيا. هناك وقع غريب على النفس بتلاشي أهمية الحدود، لأن هناك وحدة نشأت، فهذه المنطقة هي واحدة ولا تخضع لخطوط الحدود. إنها منطقة بومافالد التي تحتوي على نطاق تزلج ممتع وجميل. وفي نهاية الرحلة يعود هانس فوكس إلى مطعم ريدلسباخ. يمكنه هنا تناول البيرة من 3 بلدان، وبعدها سيكون عليه التزلج لبضعة أمتار يصل بعدها إلى وطنه.